تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل وان وإلى دهر داهرين. المجد لك إلهنا ورجانا المجد لك أيها الملك السماء والمعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آبائنا ما إلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آبائنا ما إلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى دهر الداهرين. استجب لك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. ليستجب لك الرب في يوم الحزن لينصرك اسمه إله يعقوب ليرسل لك عونا من القدس ويعبدك من صهيون ليسكن كل ذبائحك ويسبحنا من شقاتك ليعطيك الرب على حسب قلبك ويسمم بغيتك كلها. فنتهلل بخلاصك وباسم الرب إلهنا نتعظم. ليسمم الرب جميع طلباتك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه. الخلاص إنما يتم ببأس يمينه. هؤلاء بالعجلات هؤلاء بالخيل أما نحن فباسم الرب إلهنا نزل. هم تعرقلوا وسقطوا أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص الملك واستجب لنا في أي يوم ندعوك. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهج جدا. مشتهى قلبه أعطيته ومن شمس شفتيه لم تعدمه لأنك أدركته ببركات الخير وضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم. حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى أبد الآبدين. مجده بخلاصك عظيم مجدا وجلالا تلقي عليه لأنك تعطيه بركة إلى جيل فجيل. تبهجه بالسرور أمام وجهك لأن الملك يتوكل على الرب وبرحمة العلي لا يتزعزع. لتظفر يدك بجميع أعدائك تظفر يمينك بجميع مبغضيك تجعلهم كالحطب في تنور نار حين يتجلى وجهك. الرب يزعجهم بغضبه فتأكلهم النار. تبيد من الأرض ثمرهم ونسلهم من بين بني البشر لأنهم عزموا عليك بالشر وقاموا بمؤامرات لم يستطيعوا تنفيذها. لأنك تردهم على أعقابهم أما الباقون فتهيئ لهم قصاصا أيضا. ارتفع يا رب بقوتك نسبح ونرتل عزتك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر داهرين أمين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك
ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدس. امنح رأفتك لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله، يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا بقدرتك ملوكنا المؤمنين، مانحا إياهم الغلبة على الأعداء، ولتكن لهم مؤازرتك سلاح سلم وراية ظفرا لا تقهر، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير الخائبة، يا والدة الإله كلية السفر، لا تعرضي الصالح عن في الباطنة، بل وطدي سيرة القويمين رأي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسية، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس وكل إخوتنا في المسيح. كيريا لايسون. لأنك الإله الرحيم والمحب البشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. بسم الرب بارك أيها الأب القديس. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر، المحيي غير المنقسم، كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. أمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوت إلى ربي صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن رب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي المتأزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل الذين يعادونني باطلا، أسنان الخطأ سحقت. لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن رب ينصرني. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، فإن سهامك قد انغرست فيا ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه سخطك، ولا سلامة لعظامي من وجه خطاياي، لأن أثامي قد تعالت فوق رأسي مثل حمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت جراحاتي وقاحت من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الانقضاء، واليوم كله مشيت عابسا، لأن متنيا قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن شهوتي كلها أمامك وتنهدي غير خفي عليك، قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي حتى نور عيني لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا مقابلي، وجدتي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغششا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، صرت مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت، أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام، لأني أنا للضرب مستعدة ووجع مقابلي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي أحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضونني ظلما، الذين جازوني عن الخير بالشر ومحلوا بي لاتباع الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض قفر غير مسلوكة لا ماء فيها، هكذا ظهرت لك في القدس لأعين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. كذلك أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي،
فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إن ذكرتك على فراشي أهدبك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فيدخلون في أسافل الأرض ويندفعون إلى إيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. أهدبك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أبتهج. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى داهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى داهر الداهرين، آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي، قد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين بين الأموات حرا، مثل الجرح الرقود في القبور الذين لم تذكرهم بعد وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي اشتد غضبك وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارفي، جعلوني رذالة لهم. قد أسلمت وما خرجت، عيناي ضعفتان من المسكنة. صرخت إليك يا رب طول النهار، مددت نحوك يدي. أفلعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقومونهم فيعترفون لك؟ هل يخبر أحد في القبر برحمتك وبحقك في الهلاك؟ هل ترى في الظلمة عجائبك وعدلك في الأرض المنسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت، فلتبلغك في الغداة الصلاة. لماذا يا رب تقصي نفس وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا في الشقاء منذ شبابي، ولما ارتفعت تضعت وتحيرت. علي جاز سخطك وفزعتك أزعجتني، أحاطت بك المياه النهار كله اكتنفتني بجملتها. أبعدت عن الصديق والقريب ومعارفي من أجل الشقاء. يا رب إله خلاصي، في نهاري وليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. باركي يا نفس الرب ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع مكافآته. هو الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي ينجي من البلا حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات مشتهياتك فيتجدد كنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأناة وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب أثامنا عاملنا ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على فئته. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا، كما يرأف الأب البنين يرأف الرب خائفين، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان أيامه كالعشب وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت عليه الريح بات بلا وجود ولا يعرف موضعه بعد. أما رحمة الرب فهي من الدهر وإلى الدهر على خائفين، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليعملوا بها. الرب في السماء هيأ عرشه، مملكته تسود على الجميع. باركوا رب يا جميع ملائكته المقتدرين بالقوة العاملين بقوله عند سماع صوت كلامه. باركوا رب يا جميع قواته ويا خدامه العاملين إرادته. باركوا رب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب استمع إلى صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي وأجلسني في الظلمة مثل موت الدهر. ضجر علي روحي واضطرب في قلبي، تذكرت الأيام القديمة، هذت في كل أعمالك، تأملت في صنع يديك. بسطت يدي إليك، نفسي أمامك كأرض مجدبة. أسرع استجب لي يا رب فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فشاب الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك لأنك تهوى إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدك تخرج نضيق نفسي. برحمتك تستأصل أعدائي وتهلك كل الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
هللويا 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 مجد لك يا الله. هللويا 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 مجد لك يا الله. هللويا 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 مجد لك يا الله. يا إلهنا ورجعنا لك المجد. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسلام كل العالم وحسن تبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يترون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحزنين العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. أجل أبينا وبطريرك ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا يسوع ملكنا المحفوظ من الله وكل بلاطه وجنوده ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الأتي باسم الرب. الرب بدأ باسم القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الأتي باسم الرب. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب قارتم. الله الرب ظهر لنا مبارك الأتي باسم الرب. قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الأتي باسم الرب. لقد اقتنيت الثواب بصبرك أيها الآب البار شمشون المغبوط المتألي اللب فكفت على الصلوات وأحببت المساكين وكفيتهم وأنعتهم فتشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس. لقد اقتنيت الثواب بصبرك أيها الآب البر شمشون المغبوط المتألف اللب فعكفت عن الصلوات فعكفت على الصلوات وأحببت المساكين وكفيت مؤونتهم فتشفى إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. الآن وكل آن وإلى دار الدارين أمين. إن التي ولدت الكمل والراعي ومخلص العالم لما أبصرت على الصليب قالت وهي تبكي أما العالم فيبتهج مسرورا بحصوله على الخلاص وأما أحشائي فتلتع حسرة بمعاينة صلبك الذي تكابده من أجل الجميع. يا ابني وإلهي
وايضا وايضا بسلام الى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا دائمة البركة مريم مع جميع القديسين لنودع انفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. لقد غرز الصليب في الأرض فبلغ السماوات على أن الذي بلغ العلاء لا خشبته بل أنت يا من ملأ به كل الخلائق فيا رب المجد لك. لقد رفعت على سروة وصنوبرة وأرزة يا حمل الله لتخلص الذين يسلكون بإيمان بصلبك الطوعي بصلبك الطوعي فيا أيها المسيح الله المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن الطاهرة النقية البريئة من كل عيب هتفت قائلة أما الخليقة فقد فرحت كلها طربا عند مشاهدتها إياك يا ولد الحبيب الحليم مرفوعا على الصليب لوجودها بك الخلاص لأنك بالعود شفيت لعنة العود وأما أنا فإن أحشائي تضطرب مرتجفة إذ لا أطيق أن أراك ميتا لما أبصرت جنود الملائكة سلطانك الذي لا يحد وصلبك الطوعي إن ذهلت حائرة كيف يجلد بالجسد من لا تدركه الأبصار إنما جلد لرغبته في إنقاذ البشر من الفساد فأتفت إليك يا مانح الحياة المجد لتحننك أيها المسيح لما أثرت التألم بالصلب والموت أيها المخلص كابت ذلك في وسط الخليقة ولما ارتضيت بتسمير جسدك على الصليب حينئذ أخفت الشمس أشعتها ولما رأك اللص حينئذ على الصليب سبحك هاتفا بورع واذكرني فنال بإيمانه الفردوس المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لما علمت المهات الإلهية التي لم تختبر الزواج بتألم أجلها طوعا على الصليب قالت ويحي يا ولدي من هذا ما هذا السر الغريب كيف قبلت الموت يا منزها عن الموت فأسبح حلمك أيها الكلمة وأمجد رحمتك التي لا تحد أعتق حياتنا من الفساد يا رب يا من لطم عن جنس البشري ولم يغضب وارحم بتحننك نفوسنا إن رباطة جأشكم في الصبر على العذاب أيها المجاهدون الكلي المديح استظهرت على مكايد العدو جرثومة الشر فاستحققتهم بذلك السعادة الأبدية وإذ كنتم شهودا للحق تشفعوا إلى الرب أن يخلص رعية الشعب المحب المسيح المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لما رفعت على الصليب طوعا يا منزه عن الخطيئة ارتعت السماوات وارتعدت الأرضيات خوفا من مشاهدتها ذلك فأظلمت الشمس وسود القمر حينئذ قالت أمك منتحبة وندبة ما هذا المنظر يا ابني كيف تألمت وحدك عن الجميع ارحمني الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة عفاتك ومحماتي اغسل لي كثيرا من إثمي ومن خطيئتي في الحرم لأني أنا أعرف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك أخطأت وأسرع أمامك صنع كي تتبرع في أقوالك وتتبع في قضائك هذا بالأثام وبلا ذيب وبالخطايا ولدت مني كأنك أحببت الحق وفرج الهوى من رحمتك يوم السبات تنضحني بالزوف فأخطأ تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بزة وسرورا فتبتهج عظاما عديدا أعرض وجهك عن خطايا وعن كل مآثم قلبا نقيا اخلق في الله والروح مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نحني بهجة خلاصك والروح الغاسية اعضدني وعلم الأثم أتركك والتفقد إليك نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي كيف ذلك يا رب افتح لي ذبيحة من تسبح السماء لأنك لو غدت الذبيحة لكنت لا نعطي لكنك لا تساق بمحرقات فالذبيحة لله يغضب القلب المتخشع المتواضع لا يغضب الله أصلح يا رب مسرتك سهيره ولتبنى أسواره وسليم حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العجوم
لننظرن يا مؤمنون الرسم الذي بالناموس والظل والكتاب، فقد كتب أن كل ذكر يفتح رحما قدوسا لله، ونحن نعظم الآن الكلمة ابن الآب الأزلي البكر الذي صار بكرا لأم بلا خبرة رجل. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا، لقد علقت على الخشبة يا يسوع المسيح، يا من علق الأرض كلها على لا شيء. وبصلاحك ورأفتك يا كثير الرحمة انتشلتني أنا الناشب عن نية شريرة في حمأة الخطيئة، وبمكابدتك الموتى العار موت العار أكرمتني. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا، لقد رؤيت مرفوعا بالجسد على الصليب أيها المسيح، وأنت بالطبيعة إله غير منظور، لكي تنقذ العالم من المنظور من الأعداء غير المنظورين، وتجعل الذين أسفل سماويين، فنمجد عزة سلطانك العظيم. يا شهداء المسيح تشفع بنا، لقد ظهرتم أيها المجاهدون العظام جنودا قديسين شرفاء للمخلص، ومعسكرا منتخبا مقدسا وفردوسا يحتوي في وسط المسيح عود الحياة وكنيسته، وكنيسة تروق لله معشرا كريما. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا، اذكرونا نحن الذين يذكرونكم على الأرض أيها القديسون، فيما أنتم ماثلون لدى عرش السيد بأبهة تضاءون بسطيع الأشعة السخية المنبعثة عنه إضاءة شريفة، حتى نجد الحل من الذنوب. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إن والدة الإله هتفت قائلة، إن الكواكب لما رأت صلبك يا ابني غابت، فكيف لم يغر جمهور العبرانيين العاصي غائبا عند تسليمه إياك إلى الموت يا مبدأ الحياة، فإياها نعظم بلا فتور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إنك ببسط يديك طوعا على الصليب الإلهي شفيت يد الجد الأول التي مدت بالمعصية إلى العود في عدن. المجد للآب والابن والروح القدس. إن نفسي مجرحة كلها بخطايا شنيعة وتشعر بوجع لا يزول، فاشفيها بمرهم شفاعتك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. السلام عليك يا عرشا لرب المجد حيا إلهيا، السلام عليك يا سلاح التوبة العقلي، السلام عليك يا بابا به نخلص نحن الخطأ. إذ كنت طبيبا نطسا حاذقا وخادما ذا دالة، يا شمشون البار المتأله اللب، نمدحك بالأناشيد والمزامير في اجتماعنا الآن نحن ملتجئين إلى رأفتك الإلهية، ونمجد المسيح الذي منحك موهبة الأشفياء هذه في هذا اليوم الذي هو 27 من شهر حزيران، نقيم تذكار القديس شمشون مضيف الغرباء، والقديس يعقوب الحمصي، والقديسة يوحنا حاملة الطيب، فبشفاعتهم أيها المسيح الإله إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. لا يتون فافتح فمي فيمتلئ روحا وأبطي قولا فائضا نحو الأم المالكة، وأظهر معيدا للموسم بابتهاج، وأترنم بعجائبها مسرورا. يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء، والطيدين نحن المنشدين كسبيحك الملتئمين محفلا روحيا، وفي مجدك الإلهي أهلينا لأكاليل المجد والشرف. إن حبقوق النبي لما عرف إرادتك الإلهية غير المدركة أيها العلي، التي هي تجسدك من الباتول هتف صارخا المجد لقدرتك يا رب.
أيتها البتول التي لم تعرف زواجا إن البرايا بأسرها قد اندهلت من مجدك الإلهي لأنك حملت في عشائك إله الكل وولدت الابن غير المحدود في زمن ومنحت الخلاص لكل الذين يسبحونك العيد الإله الكل الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها إن الفتية المتأله العقول لم يعبد الخليقة دون الخالق بل وطيئوا وعيد النار بشجاعة فرتلوا فرحين أيها الفارق التسبيح مباركا أنت يا إله فإنا نسبح ونبارك ونسجد للرب إن مولد والدة الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سليمين إذ كان حينئذ مرسوما وأما الآن فقد حصل مفعولا فهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفا سبح الرب يا جميع أعماله وزيده رفعة مددته الإله ومن نور بالتسابيح نكرمها معظمين تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا في غير قياس من الشرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله يكن يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله يكن وعظيم
بغير قياس من الشرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لنا يكن واضح حق المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين ملا الجياع من الخيرات والأغنياء لهم طريقين يا من هي أكرم من الشروميم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة إني بأترة كروبيم كندق سترة أسنغريت سنسرافيم تنادي أفطار أستي الله أنتي بوسا تنادي أستي أتاك سامي غالي نومي كل الأرض هي يدهشوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة العقلين غير الأولين فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الإله الشريف وهاديفة افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبى أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم عدد الإله الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع قدسها والدة الإله خلصينا بأنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه لك تسبح كل قوات السماوات وإليك ترفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين صن حارسان الذين يسجدون لك أيها الصليب يا صلاة جان المسيح ونصرة الغلاط الملوك ومجد الأرثوذكسين حسنين اعتقاد حتى تنغلب جماهير الناس فسيدي لاعتقاد وارحمنا وارحم عالمك وخلصنا محب البشر مبارك انت يا الهنا لله قد تضاف مجد كل خلال كل وان جدارنا مبارك انت يا الهنا لله كل وان جدارنا يا الله الهنا يا من ارسل سبحانه في سبحانه وعيدات الله المؤمن
يا أمير الغيث فسبب وجهك طلع حقا في الله أيها المسلمين الحبيب يا وسكنت البرية مثل إيليا قديما كن في عقلك بمناجاة الله المتواصلة فالآن تضرع إليه طالبا منحى نفوسنا السلام والرحمة معكما وليك الدرع يا قدوس القدسين فالمقدس سبحوه بالطبل والمصان سبحوه بالأوتار وآلات الطرب لقد نظمت في سلك النساك مزدادا في عدم التأثر بالهوى سبحوه على مقدرته سبحوه بحسب فخر عظمته
قد أصبحت أيها الأب شمشون الملهم من الله كوكبا ثاقبا ينير ما تحت القبة الزرقاء بضياء العجائب ويمحق ظلام الأمراض المهلكة النفس وينشب يهيب الشياطين فالآن تضرع طالبا نفوما نفوسنا السلام سبحوه بنغمات الصنوج سبحوه بصنوج التهليل كل نسمة فلتسبح الرب لقد أصبحت أيها الأب شمشون الملهم من الله كوكبا ثاقبا ينير ما تحت القبة الزرقاء بضياء العجائب ويمحق ظلام الأمراض المهلكة النفس ويلاشي غياهب الشياطين فالآن تضرع طالبا منح نفوسنا السلام ورحمة العظمى المجد جمالك أين بها
لنا في جيل الواجين
روح حاضر في كل مكان مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. سلام إلى الرب نطلب من أجل سلام من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب
والدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا رب يا رب يا رب يا جازة الوطوسات ورحمة ورحمة لا تخد محمد بشلا تستقصى بشفاعة والدتك لا يمقى وجعل مراحم طرفات علينا وقائم مسلمة معنا في الغداة وبحقك في كل ليلة بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا لأن الرب إلهنا عدل وليس فيه ظلم بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدك الإله يا مخلص خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين نحن نبتهج بالرب ونهلل لله مخلصنا خلصنا يا رب الله يا من هو عجيب في صفحه لنراك لك هللويا ندرك وجهه بالاعتراف ونهلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض خلصنا يا رب الله يا من هو عجيب في الطيب سير لنراك لك هللويا لأن
البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلتا اليابسا. خلصنا يا الله يا من هو عجيب في قديسيك لنراكل لك هدويا. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان والى دهر الدهرين امين. يا كلمه الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير بائد لقد قابلت ان تتجسد من اجل خلاصنا من القديسه والده الاله الدائمه البكوريه في مايا وتانست بغير استحاله وصلت ايها المسيح الى هنا وبموتك وطئت الموت وانت لم تزل احدا تلوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأنك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. حكمة فلنستقم هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي time.
دائم الحياة. فالمجد لولادتك الإلهية، المجد للصانع بك كل هذه الأشياء. أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
فلنصغي إن من يزرع شحيحا فشحيحا أيضا يحصده، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصده، كل واحد كما نوى في قلبه لا عن ابتئاس أو اضطرار، فإن الله يحب المعطي المتهللا، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة حتى تكون لكم كل كفاية كل حين في كل شيء، فتزدادوا في كل عمل صالح كما كتب إنه بدد أعطى المساكين، فبره يدوم إلى الأبد، والذي يرزق الزارع زرعا وخبزا للقوت يرزقكم زرعا ويكثره ويزيد غلال بركم، فتستغنون في كل شيء بكل سخاء خالص ينشئ شكرا لله. السلام لك أيها المرنم.
الإكمال نقف ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. لروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد لا. فلنصغي. قال الرب: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد ارتضى أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما هو لكم وتصدقوا، اجعلوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا يقرب سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. لتكن أحقاؤكم مشدودة وسرجكم موقدا، وأنتم كونوا مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشد وسطه ويتكئهم ويدور يخدمهم. وإن جاء في الهجعة الثانية أو جاء في الهجعة الثالثة ووجدهم كذلك، فطوبى لأولئك العبيد. واعلموا هذا، أنه لو علم رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه يأتي ابن البشر في ساعة لا تظنونها. بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. يا أحباء، اليوم في الكنيسة تذكار للقديس المغبوط شمشون، واللي لقب بمضيف الغرباء، وهذا اللقب له سبب وهلا رح نحكي عنه. ولكن الإنجيل اللي سمعناه اليوم هو الإنجيل المخصص لهذا القديس، واللي بيوصف سلوك وحياة هذا القديس، واللي بيحكي لنا عن عدم القنية، يعني إنه ما يكون عندنا مقتنيات، نتخلى عن الأشياء ونكرس حياتنا لخدمة القريب ولخدمة الله تعالى. وهذا بالفعل ما عمله هذا القديس شمشون المضيف الغرباء، اللي كان بالقرن، يعني بين القرن الخامس والسادس الميلادي، وكان هو في روما، مولود من عائلة نبيلة، يعني أغنياء الطبقة العالية بالمجتمع، ونتيجة مستواه الاجتماعي استطاع أنه يدرس علوم ذلك العصر، وبشكل خاص الطب، هو كان طبيب. ولأنه كان في عنده خصال حميدة، كان يستشعر ويتألم مع الناس المتألمين والمرضى، وسيرة حياته بتحكي كان يهتم أكثر بالأشخاص اللي مرضهم ما إلو شفاء، كان بس يعتني فيهم ويقدم لهم الراحة
والعناية والعلاج المستطاع، إضافة إلى هذا العمل اللي كان جسديا يعمله وسخر جسده وطاقته لهذا الإشي، كان أيضا رجل صلاة وكان إنسان يعيش الإيمان بكل دقائقه وبكل تفاصيله. بعد ما توفى والدي هذا القديس، وهنا الربط بين حياته والإنجيل زي ما حكى يسوع: بيعوا ما هو لكم وتصدقوا. من بعد وفاة والديه باع كل أملاكه وكل الأشياء اللي عنده ووزعها على الفقراء، لدرجة أنه انشهر، ونتيجة شهرته هرب من روما إلى القسطنطينية لأنه ما كان يحب مديح الناس والمجد الباطل، عشان هيك ترك المكان اللي هو كان معروف فيه وراح على القسطنطينية. وتحكينا سيرته أنه عاش في كوخ بحالة فقر وتنسك وتعبد، وجعل في بيته مكان يعالج فيه المرضى والمساكين واللي ما إلهم علاج زي ما حكينا المرضى. وبتحكي قصته كمان إنه شفى الإمبراطور يوستينيانوس بطريقة عجائبية، والإمبراطور أراد إنه يكافئه نتيجة هذا العمل معاه، وحكى له إذا بدك تكافيني تعمل لي مستشفى بجانب بيتي حتى أنا أهتم فيه بالمرضى بشكل يليق، لأنه عندي ما بكفي وفي ناس كثير، فبدي تكافيني المكافأة إنك تعمل لي هذا المستشفى هون بجنب البيت حتى أنا أقدر أستمر في عملي وأعالج الناس. وفعلا صار هذا الكلام، بناله المستشفى بجنب كوخه بجنب بيته، واستمر إنه يستقبل اللي بيجوا لعنده حتى ينالوا الشفاء. وبهذا المستشفى كان أيضا الرهبان يجوا يخدموا ويساعدوا في الخدمة. الإمبراطور ما اكتفى فقط إنه عمر له المستشفى، ولكن أيضا زوده بالمال وكل إشي كان يحتاجه هذا المستوصف أو المستشفى، من توزيع طعام ولباس وكل المتطلبات اللي كانت بهذه الفترة. القديس شمشون عشان هيك دعية مضيف الغرباء، لأنه كان أي حدا بيعرف أو ما بيعرف يجي لعنده كان يقدم له الخدمة. بعد سنين طويلة من العطاء والخدمة، تحكي لنا سيرة حياته أنه رقد بسلام عن شيخوخة وعمر متقدم، ودفن في مدفن الكنيسة اللي هو في قريب عليها في المنطقة، اسمها كنيسة القديس موكيوس. وأطباء تلك المنطقة بيوم عيده بيجوا بطلبوا منه وبطلبوا شفاعاته، وأيضا هو في له عجائب وظهورات. بحكونا اللي كتبوا سيرة حياته أنه مرات كان بيظهر لحاله لناس، ومرات كان يظهر مع القديسين قزمة ودميانوس اللي بنعرف أنهم أطباء شافي للمرضى. أيضا نحن اليوم شو بنتعلم من هذا القديس؟ شو الرسالة اللي لازم نحن نلتقطها من هذا الإنسان إذا ربطنا حياته مع الإنجيل؟ حتى الإنسان يصير بالمستوى اللي وصل له هذا القديس وينال النعم والبركات، إنه يصل لدرجة القداسة من بعد وفاته. سمعنا كلمات: لتكن أحقاؤكم مشدودة وسروجكم موقدة. الأحقاء هي منطقة الوسط في الإنسان، وسط جسم الإنسان، واللي بتشير على العفة وعدم التمسك بالشهوات والملذات الجسدية. إذا كان الإنسان مستعبد لملذات هاي الحياة ما بيقدر يعطي، بصير يدور على أشياء بس بده يأخذ ويغذي شهواته ورغباته من خلال إما تسلطه على الآخرين أو الأنانية أو الكسب بمختلف الطرق.
ولتكن سرجكم موقدة. السرج يعني الإسراج، وهنا بشير للنفس، تكون نفسنا أيضا مستنيرة، وهي كمان حالة لازم نحن نوصلها، يكون في عنا استنارة النفس، استنارة الذهن، نميز إيش هو الخير إيش هو الشر، نبعد عن الشر ونتبع أعمال الخير. وهذه زي ما بيحكينا الإنجيل إن يكون عنا هاي الحالة الروحية من العفة والاستنارة، بيكون عامل استعداد، نستعد من خلال هاي الحالة الروحية على إنه نحن نستقبل ابن الله في مجيء الثاني. لما بنحكي عن المجيء، إما المجيء الشخصي يعني لما الإنسان بينتقل من هاي الحياة للحياة الثانية، أو إذا صار يوم الدينونة ونحن كنا ما زلنا على قيد الحياة، نستقبل رب المجد ونحن مستعدين لاستقباله، يكون نحن من أبنائه، من أبناء ملكوته. فربنا يأهلنا أن يكون من المستعدين بشفاعة القديس شمشون. آمين. حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أشكرك أيها الرب Oh, 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 oh
لا تطرحني من أمام المقدس الكلي الوقار والذين يتعبون ويخدمون ويرتلون فيه مع عبيد الله الذين في الشدائد والضيقات والأمراض والأحزان والذين في الغربة مع عبد الله وديع من أجل صحته وشفائه ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وآل وإلى دار الداهرين. عبيد الله مقدمي هذه القرابين والمقدمة من أجلهم والذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس في هذا النهار من أحياء وراقدين مع عبيد الله متري وأمة الله سميرة وجميع أمواتكم في المسيح يذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. إن يوسف المتقي أحضر رزق الطاهر إن العود لفه بالسبان النقية وحنطه بالطيب وشيعه وضعفه بالطيب وشيعه وضعفه من جديد حينئذ نقربون على مذبح حينئذ نقربون على مذبح نقربون على مذبح رجل أيها الرب طابق الكل لا
الشعب، وأهلنا نجد دامة أمامنا تكون ذبيحتنا حسب القبول لديك، ويحل روح ممدك الصالح علينا وعلى هذه الفلاطين الموضوعة وعلى كل شعبك. لنكمل طلباتنا للرب أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفا عن ذنوبنا من الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. السلام لجميعكم. لنحبن بعضنا بعضا لكي نعترف باتفاق مقرين. حبك يا رب قوتي عقوبة ذاتي والجار المنتجي أسجد الآب والابن والروح القدس الثالوث المتساوي في الجوهر وغير المنفصل في الأبواب بحكمة لنصيب. مساوي الآب في الجوهر الذي به كان
كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس الغلطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لموته وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعتذر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا روحك لنرفع قلوبنا حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونزدك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحد العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود لما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمهم من أجله ظاهرا كان أم خفيا ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشربيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 السماء والأرض مرتان من مجدك وصانا في العالم قدوس أنت وكل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالم بهذا المقدار حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريتين العيب شكر بارك قدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا آمين.
اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ونحن ذكرنا بمسيح الخلاصي وكلمات الرب أجل الصلاة والقبر والقيام الثلاثية الأيام والصعود والسماوات والجلوس إلى اليمين والمجيء الثاني المجيد. التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا أن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم، آمين، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم، آمين، محولا إياهما بروحك القدوس، آمين آمين آمين، حتى يكونا المتناولين لانتباه النفس مغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس ملء ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لدينونة ولا لقضاء عليهم. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذي نرتاح من هذه الحياة أيضا على الإيمان من الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت في الملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، وخاصة من أجل الطاهرة كلية القداسة فائقت البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. واكفي على السابق والمعمدان
أولا أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبانا ورئيس كهنتنا خريستوفروس وأبهما لكنائسك المقدسة بسلام صحيحين معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا روحك أيضا احفظ يا أبانا نكتريوس ديرك الشريف المستظل بنعمتك إياك يعلي وإليك يصلي فأين ظل بنور نصرتك بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماء والعقل المقدس لرائحة طيب الروحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطأ وشدة إلى الرب نطلب أيها السيد المحب البشر لك ندك حياتنا ورجاءنا وإليك نبتهل متضرعين ونطلب سائلين أن تجعلنا أهلا لتناول أسرارك السماوية الرهيبة أسرار هذه المعدة الروحانية الشريفة بضمائر نقية لمغفرة الخطايا وشركة الروح القدس ميراث ملكوت السماوات والدالة لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا أعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل ملاك سلام مشدنا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل فرانا خطايانا وصفا ذنوبنا من الرب نسأل صالحات والموافقات نفوسنا وسلاما للعالم من الرب نسأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله وأهلنا أيها السيد أن نصر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول الذي في السماوات لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين السلام لجميعكم لنحني رؤوسنا للرب
نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلقها كل البرايا، وبكثرة رحمته أبرز كل أشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين نحن لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها إلى لحم ودم، بل لك أيها الإله الرهيف. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه وجميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائلين في البحر، رافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوس نوات سادنا. بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إله نظري من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلما لتقدسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، وإنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي المقدسات للقديسين. يفصل ويجزأ حمل الله فهو يجزأ ولا ينقسم، ويؤكل دائما ولا ينفذ أبدا، ويقدس المشتركين فيه يسوع المسيح الغالب. كمال كأس الإيمان بالروح القدس. آمين آمين آمين. باركتن حرارة قدسات كل حين الآن وكل وان ودهر الداهرين. آمين. حرارة إيمان ولوءة من الروح القدس. آمين آمين آمين. يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنوم محبتك للبشر الذي لا توصف أخذت عزتنا بكمالها من دماء التي ولدتك ولادتك الحق النقية البتولية ورود الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي التي بالكون التي يا من بحسب البشر ارتضيت الآلام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت ألام جسدي المفسدة النفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، فن بالأفكار الصالحة مشروعات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالقة بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة، يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن، يا من بحضور المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده، يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك لكن بغير فتور، أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلية قدس الصالح المحيي الآن وكل وان ولا دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعيا أو كرهيا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعف واغفر واصفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر، وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ دهر
ارتضي أن أقبل أجسدك المقدسة الطاهرة ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكاري الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. لقد وقفت لدى أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولا مسنيات كمثل الزانية ونازفة الدم، لأن أما تلك فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما الأخرى فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى له فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحتقر، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى الأبد، أمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت للعالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهرة نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا والحياة الأبدية، أمين. هانذا أسعى مضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وسمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك خبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلى، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فحرق خطاياي بالنار الغير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل وعظم حضورك أيها المسيح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحقة، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تكن لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة الأبدية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتساق بالله، وأنا أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكني كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. الرب نطلب أيها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الراعي والحامل الرافع خطيئة العالم، يا من وهب المدنين دينهما ومنح الخاطئ وفن خطاياها، أنت أيها السيد اصفح واترك واغفر الخطايا والأثام والذنوب الصادرة من عبيدك هؤلاء،
إما عن إرادة أو عن غير إرادة منهم، وإما عن معرفة أو عن جهل منهم، أو عن تعد وعصيان لوصاياك. وإن كانوا قد ضلوا بغواية الشيطان وأكون ناس لابسين أجساد سالكين في العالم قد خطئوا إما بالقول أو بالفعل، وإما عن معرفة أو عن جهل. وإن كانوا قد توطوا كلام كاهن أو سقطوا تحت لعنة كاهن أو لعنة سبول أنفسهم أو وقعوا تحت قسم، فأنت أيها السيد الصالح نزل الحق ارتضي بأن تحل عبيدك ولا بكلمة منك، واغفر لهم واعفو عن لعناتهم واقساهم بحسب عظيم رحمتك. نعم أيها السيد الرب المحب البشر، استجب لنا نحن مضللين صلاحك من أجل عبيدك هؤلاء، واغضي بكثرة رحمتك عن كل زلاتهم، وانقذهم من العذاب المؤبد، فإنك أنت أيها السيد قد قلت كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء، فإنك أنت وحدك معصوم من الخطيئة. وإياك نمجد أيها الآب وابنك الذي لا بد له وروحك كل قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، لتحل لكم نعمة الروح الكل قدس وتغفر لكم خطاياكم بواسطة الحقارة. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب أهلنا مبارك الآتي باسم الرب. بل اليوم شريك تناول أمة الله في جسد ودم ربنا ولهم خلص نسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء الناس وجسد أمين. تناول أمة الله من جسد ودم ربنا ولهم خلص نسوع المسيح مغفرة خطاياك والحياة الأبدية شفاء الناس وجسد أمين. تناول أمة الله جسد بين جسد ودم ربنا ولهم خلص نسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء الناس وجسد أمين. تناول أمة الله نعم تناول أمة الله إنعام جسد ودم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء النفس وجسد أمين. تناول عبد الله هشام جسد ودم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء النفس وجسد أمين. تناول عبد الله اسكندر جسد ودم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء النفس والجسد أمين. تناول أمة الله من جسد ودم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية شفاء النفس والجسد أمين. تناول أمة الله سوسا جسد ودم ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من خطاياك والحياة الأبدية أثامكم وطهركم من خطاياكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. نشكرك للصدق الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق كالنسج الثالوث غير المنقسم لأنه
بتسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك لاهجين طول النهار ببرك هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا أسرار المسيح الآية المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحيا الرهيبة فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك ايها الاب القديس. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك وقدس الذين يحبون بهاء بيتك انت شرفهم وهو ذلك مجدا بقدرتك الالهيه ولا تخذلنا نحن متكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك للكهنه لملكنا ولجنوده ولكل شعبك لان كل عطيه صالحه وكل موهبه كامله هي من العلى منحدرة من لدنك يا أب الأنوار فإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كنت كذلك اسم ربي مباركا من الآن وإلى حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يكون اسم ربي مباركا من الآن وإلى الدار. من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا. الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمة الإلهية ومحبة البشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيتها الفاية قدسها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم. يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله حقا إنك والدة الله يا أكرم. المجد لك أيها المسيح يا إلهنا ورجانا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم رب بارك يا رب القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من أنت عجب في قدسك بشفاعة أمك القديسة كل الطهار برأى من كل عيب. بقوة الصليب الكريم محي وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة وبطلبات القوات السماوية الإلهية العديمة الأجساد غير الهيولية وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكل مديح من 12 و70 والقديس المجيد الرسول الكل مديح يعقوب أخ الرب أول رؤساء سقف أورشليم القديسين المشرفين الشهداء الحسني الظفر وأبان الأبرار المتوشحين بالله والقديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس صاحب هذا الدير المقدس والقديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادلي الرسل قسطنطين وهيلانا والقديس شمشون المضيف الغرباء ويونا حاملة الطيب الذين نقيم تذكارهما اليوم والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم محمد أبينا الجل في القديسين محمد ذابي فمن إذا قمنا خدمة قداسي الإلهية وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك الله الصالح والمحب البشر. صلوات بين القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا.